اللي تر... انت انت شوف اللي قاعد اقوله وهنا لدينا الله ارسلان بيشي يلعب الكره البيشي البيشي جاب الكره التوسيعه هذا هتان هتاف المحاوله حتدور الهدف الاول 1-0 عالمي هتان 1-0 هتان ولا بالاحلام السعودية تمشي كورة عن طريق المقاوي خطيرة الهدف الثاني الهدف الثاني للأخضر السعودي المقاوي تسجل هدف في 23 مباراة السنة اللي قبلها هدف في 28 مباراة مع فريق أودينيزي هذه التصويبة لأهلي الإيراني سعود السوادي السعد سعود السوادي كرة تصل في تسديدة هدف ثاني يا سعود هدف ثاني للمدرب حتى قبل هذه البطولة من خلال وضعيته ومن خلال إحصائياته وأرقامه كرة ملعوبة لمصلحة المنتخب الهندي خطير الله لحظات المنتظرة تأتيكم هنا حصريا عبر قنواتنا عبر قنوات بي إن سبورت الكرة ملعوبة على مشار منطقة الله هذا الشاهد هنا الكرة اوه يا فايز سجله اللاعب يا فايز كره لم